أهلين لمعي. ألو كريم؟ عم بسمعك. اسمع، الشرطة هون اجوا عم يسألوا عنك، حاملين معهم ورقة ما رضوا يعطوني إياها، قال لازم يسلموك إياها إلك باليد. بدهم إياك تروح تقدم إفادتك للمحكمة من جديد، بس هالمرة للقاضي اللي بتضيع عنا، ما هيك؟ أي مزبوط. إيه، بدك تروح لعند القاضي اللي بضيعتنا. القاضي هونيك قال لازم تروح وتقدم إفادتك. يعني فتحوا التحقيق هلأ؟ هيك قال لي. خبرية كتير حلوة. يلا جاي مسافة الطريق. طيب تعب بسرعة لأنه ناطرينك، لا تتأخر. ماشي. ها إليكو هون. لا خليك مكانه، لا تحركي، افتح الباب اجو. مرحبا. مو هنن؟ نحن عنا موعد اليوم مع الاستاذ نزير. لحظة لو سمحتي. لو سمحتي. يلا تعالوا بسرعة، استعجلوا شوي. لما فتك لقيت ملحوش على الأرض فورا اتصلت فيك. تعطى مشروب؟ ايه شربان، هو عنده مشكلة مع المشروب وصل له سنين ما عم يشرب. احمله معي. استاذ نزير اعصابه كتير تعبانة، توفت مرته من كم يوم. يلا امشي. انت نط في المكتب بعدين سكري وبرجع بحكي معك. حاضر. ان شاء الله ما تكون حالته سيئة كتير. تسمم كحولي قبل هلأ صارت معه. انت ست مريم ما هيك؟ ايه انا. اليوم كان مسافر على ازمير مشانكن. يا الله. خلينا نمشي. ماشي انا برجع بتصل مشان اطمن على الاستاذ. ماشي الله معكن. شفتي شو هالحظ هاد؟ وانا اللي تأملت بعد ما شفته، كل ما بينفتح بابي بيرجع بيتسكر بوشنا. امشي. بدي بشركن. عدى مرحلة الخطر؟ كيف كانت العملية؟ الحمد لله ما صارت أي مضاعفات، العملية كانت ناجحة 100%. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس مثل ما قلت لكم لسه قدامنا طريق طويل. يعني قصدك ما رح يصير معه إعاقة؟ ما لا، بس بده يضل عنا فترة بالمشفى هون، وبعدين رح يكفي العلاج بالبيت. لازم يخضع لفترة معالجة فيزيائية طويلة وبعدها بيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي. شكراً لك دكتور. شكراً لك سمير بيك، بشكرك من كل قلبي. ماشي؟ ما في داعي للخوف، بدكم تصبروا شوي. شكراً كتير. رح كون موجود هون، مراد بيضل لفترة بغرفة العمليات وبعدين منطالعه لغرفة العناية المشددة. وانتو ما في داعي تضلوا هون، ما فيكن تشوفوا. طيب. هلأ ماشي. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. ألف الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. قلت لك من قبل مراد رح يرجع يوقف على رجليه. الحمد لله الله تطلع بوشه. ليكو طالعوه. الله يشفيك ويعافيك يا قلب امك انت.